الموضوع هيبقى فيه جلسة استماع يوم الاثنين، وده قشر، ده شق تاني ناحية قومية تانية. تمام. هيتم استماع لمحامي كهرباء الموكل منه، الراجل التونسي المحترم، هيحط بعض المسندات وبعض الأوراق. في أسباب كتير وفي عوامل كتير هتتحط، يعني بنسبة كبيرة جدا 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 الفيفا، يعني خد بالك من حاجة برضه صعب نقولها للناس. خد بالك إن الفيفا النهاردة إدى أبروفد الكهرباء عشان يبدأ يلعب، عشان يبدأ يدفع. تمام. ما خد بالك، هي دي بتاكد كلامك ان الغرامه هتندفع على اقساط او على كذا او على كذا، ايا كانت الصيغه هتندفع. حتى لو تم تحديد، قد يتم، واحنا بنقول هنا معلومات بقى، قد يتم، احنا الغرامه كلها اجماليها تضامنيه تكافليه 2 مليون وكسور و400. قد يتم الاتي، قد يتم الاتي: اما ان تحدد قيمه الغرامه المطبقه على كهرباء فقط في هذه الجلسة، أنا عايز أعرف حصتي من القيمة التضامنية كام، لأن عايز ألعب. ليه؟ ليه يا أستاذ عبد الناصر؟ لأن النهاردة الفيفا واقف النادي البرتغالي 3 فترات قيد، فلسه قدامه فترتين، فالنادي اللي لسه قدامه فترتين ده بيرجع له الشخصية الاعتبارية بتاعته موجودة، فأنت ما تحملنيش فلوسه. ده كله لم يحسم يا أستاذ محمد. ما هو لسه ده في جلسه الاستماع. ايوه، عشان بس نوضح للناس ان لغايه بص، لغايه دلوقتي لا النص الغرامه طلع لنا ورقه، ولا اللي قال ما هيدفعك طلع لنا ورقه، ولا اللي قال لا 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 الغرامه تضامنيه يا فندم. الحاجه الوحيده، الورقه الوحيده اللي معانا هي كهرباء عليها كامل المبلغ للزمالك، اللي هي تضامنات تكافليه بالاثنين. مظبوط، اي حد يدفع ما عندناش دعوه. ايوه الله ينور عليك. ايوه، انت لو قمت الصبح، لو قمت الصبح النادي البرتغالي دفع، الموضوع انتهى. يعني افرض النادي البرتغالي دفع، فرض وارد، صح، واخد بالك، الموضوع انتهى. واخد بالك، كهربا دفع جزء والفيفا وافق انه يقسط، الموضوع انتهى. كهربا عرض جزء والزمالك وافق عليه، ده الحل السليم مليون في المية. يعني بالنسبة للفيفا بره الإشكاليات، لو كهربا عرض جزء من المبلغ ونادي الزمالك بعت ايميل موافقة، الموضوع انتهى. يا فندم الموضوع فيه حواديت كتير، وكهرباء بيتعاملوا مع الملف بحذر، وعارفين انه مودي الكارثه في الاخر، مفادها والمنقذ فيها دفع الفلوس. ما احنا بنقول اهو، بنكرر تاني. الفكره في الاليه، الفلوس دي غرامه وحكم نهائي. الفكره في الاليه هتدفع ازاي؟ هيتشال منها مبلغ ايه؟ على كام سنه؟ ده اللي يقوله المحكمه الرياضيه. ده اللي هيقوله المحكمة الرياضية في الآخر، ده كلام مظبوط، لكن مشاركة كهرباء سليمة مليون في المية. احنا إذا كده دي أهم حاجة عشان ما نكررش الكلام، أول ظاهرة في مباراة سموحة ظهور كهرباء وتألقه وأسست الهدفين وأحرز الهدف الثالث ومشاركته، الأهلي أصبح محصن فيها طبقا للكونفيرم اللي قاله من الاتحاد الدولي الفيفا، ولكن الكونفيرم اللي قال الاهلي ملوش دعوه بمشكله كهربا مع الزمالك. هو بيقول له من حق اللاعب يلعب لحد ما يجي لي يوم الاثنين. الله ينور عليك. بس عشان نوضح ببساطه، يعني الناس اللي زعلانه، بس الاهلاويه اللي زعلانه. يا لحظه بس يا استاذ محمد، الاهلاويه اللي زعلانين ده لو اهلاوي او الاهلي، يعني عبد الله السعيد الاهلي ليه عنده 2 مليون دولار. بنقول ادفع يا عبد الله بالتي هي احسن، وما ينفعك ما تدفعش، حلو ده. ولما نقول لكهرباء ادفع تزعل؟ لا، الزمالك ليه عند كهرباء ولازم يدفع لعيبه الكوره. وفتره الشك يا فتره يا فندم، انا متعاطف مع كهرباء، وفتره الشك والريبه اللي احنا فيها دي الفيفا حسمها، قال لك اللاعب يلعب لغايه ما يجي لي. مظبوط. لكن لا هيتنزل عن جنيه الزمالك، ولا المحكمه هتقول لكهرباء ما تدفعش، وهنشوف الاستماع هيودي لايه، او ما هيبقاش في استماع اصلا ولا في مستجدات. كلنا في انتظار 2 فبراير ان شاء الله. عشان بس الناس تبقى عارفه، لكن دايما خليكم عدول واتقوا الله. يعني انت لو اهلاوي ولاعب الاهلي اللي عنده، طب ما خد بالك بدون قطع كلامك، طب ما انا اهلاوي ومعروف ان انا اهلاوي ومتحمس جدا ومع كهربا قلبا وقالبا، لكن بتكلم انه دي حقوق ودي حقوق،
نقعد قدام اللجنه ونشوفها، نشوف الفلوس ايه اللي يتدفع، ده حق ودي حكم محكمه بيه يا بي. اصلي ان الناس دي، الناس اللي بتعترض على كلمه الحق لا عندها ضمير ولا عندها احترام. احنا قاعدين نطلع عينين عبد الله السعيد عشان يدفع ال 2 مليون للاهلي، نفس الوضع الزمالك لفلوس ياخدها عندك من كرمه، لكن انت عايز تشتغل على مزاجك عشان انت بتكره الزمالك. لا ناخدهم من عبد الله السعيد ونديهم للزمالك. يا الله الله ينور عليك، بس ياخد حقه، بس ياخد حقه. ايوه يعني عبد الله السعيد قاعد كل واحد ياخد حقه. يا بي عبد الله السعيد قاعد يلف ويدور عشان ما يدفعك، احنا ضده ولا معاه؟ لا ضده. الله ينور عليك. طبعا طب ازاي نشتغل يا بي؟ اعطي كل ذي حق حقه. بالظبط بالظبط، اعطي كل ذي حق حق. اذا يا استاذ، اذا يا استاذ محمد، قانونيه مشاركه كهرباء اكد عليها الاتحاد الدولي وبناء عليه الاهلي شاركه اليوم. مظبوط يا استاذ عبد الناصر، مظبوط. طيب اسالك سؤال اخير، ما يقال في السوشيال ميديا عن النعود كهرباء مزوره، هل ده في جديد فيه في المحاكم المدنيه المصريه؟ يعني اقول لك حاجه مهمه جدا، مفيش اصلا، مفيش اصلا دعوه في المحاكم المدنيه بهذا الشكل يا راجل. انا بديك، انا بقول لك انا مسؤول عن كلامي. يعني كهربا ما رفعت قضايا بتزوير العقد؟ انا مسؤول عن كلامي، بقول لك على مسؤوليتي الشخصيه. لا لو سمحت قولها صريحه، كهربا رفع قضايا؟ ما رفعش قضايا تزوير بشان عقد. يا نهائي نهائي، انت صدمتني، انا اعرف انه رفع قضيه تزوير. انا بقول لحضرتك كهربا لم يحرك اي دعوه قضائيه بشان تزوير العقد. كهربا كلمني انا شخصيا في مساله بطلان العقد لتسجيله بعد مدته، كان بيناقشني وانا سالته هذا السؤال مباشره، انت في دعوه مدنيه نشوف الدنيا؟ قال لي لم احرك شيء، انا عايز احل المشكله، انا عايز احل. انا بديك، انا يعني مش من طبعي ان انا اتكلم في حاجه شخصيه حصلت، لكن انا يعني يعني الكلام اللي بيتقال ان العقد مزور وان كهربا رفع قضيه وانه معاه ما يفيد بتزوير العقد لا نرد، لا نرد واحده واحده، عشان هنا انت بتتكلم في القانون يا استاذ عبد الناصر. طالما بتتكلم في القانون لازم نشرح للناس. لا طبعا، لا طبعا، العقد في فرق بين التزوير وبين البطلان، واحده واحده. تزوير عقد كهربا مش مزور، تمام، بس من ايه؟ ما نقعدش نتكلم كلام بتاع الهقص. لا، هناك فرق بين انه العقد مزور، لا مش مزور، لكن في حاجه اسمها فتره قيد. العقد ده لازم يتقدم لاتحاد الكره ويسجل خلال مده معينه. فاكر انت التصريحات بتاعت كابتن مجدي عبد الغني ايام اتحاد الكره؟ ايوه واحمد مجاهد. لازم يقدم العقد خلال مده معينه. طب لو ما قدمش خلال المده المعينه دي، ايه نتيجه هذا الكلام؟ بطلان العقد، هو سقوط العقد وبطلانه. ده مش تزوير يا فندم، بنشرح للناس بالراحه، ده مش تزوير، ده معناه مستند في ايدك لم تستخدمه في وقته المحدد، لان الفيفا لها لوائح ولها سيستم ولها كذا. طيب ايه الاثر القانوني لهذا الكلام؟ بطلان العقد انه لا ينتج اثاره، يعني ملوش اي قيمه. يعني يا استاذ محمد لو سمحتك، انت صدمتنا كلنا، لا في دعوه في المحكمه ولا في مركز التسويق والتحكيم بالبطلان ولا التزوير؟ مفيش التزوير، عشان بس كمان مفيش دعوه مدنيه. مفيش دعوه مدنيه رفعها كهربا بتزوير العقد، ولا راح نيابه ولا راح محكمه مدنيه ولا كان تسمعه ده كله، ولا بطلان ولا بطلان ولا بطلان. احنا لسه بنشوف ماذا قانونيه الامر. انا بتكلم على اللي انا اعرفه شخصيا وكلام كهربا الشخصي، وانا بقول لك معلومه على مسؤوليتي. كهربا بيحاول يحل تاني يا استاذ عبد الناصر، وبنفرد معاكم بقول لك اهو كل تفكير. بص خد بالك، يعني كان في مكالمه بيني وبين كهربا من 3 ايام، كنا بنتكلم في ايه يا فندم؟ اللي احنا شفناه النهارده، التركيز في الملعب، التركيز في الملعب، وانسى الموضوع القانوني ده وانسى الدنيا دي، واسعى ان المشكله تتحل. فكله دلوقتي بيتضافر الجهود، كل اللي بيحب كهربا، وانا واحد من مجموعه، كل اللي بيحب كهربا بيتضافر الجهود دلوقتي عشان يحل المشكله. تتحل ازاي؟ زي ما احنا قلنا يا جماعه، ده غرامه تدفع ازاي؟ تتقسط ازاي؟ الكلام اللي هو العقل المنطق، مش كلام اللي هو الرنان بتاع تهيج الجمهور او بتاع السوشيال ميديا اللي كله في الاخر بيؤدي الكوارث زي ما سعادتك قلت. صح، ولا ناس ولا ناس فاهمه اي حاجه، ده ناس عايزه تكيد مرتضى منصور وخلاص. عايز تحل مشكله، حلها بموضوعيه. صح، واعطي كل ذي حق حقه. ونادي الزمالك
وانت ليك حق ايه؟ طب ايه اللي يقبل؟ ايه اللي ما يقبلش؟ يا بيه دول دول. وانا قلت الكلام ده خد بالك يعني لكل المسؤولين سواء في النادي الاهلي او في نادي الزمالك، دول بتتخانق، وانا بقول لك على مسؤوليتي الكلام ده، انا بقول لك قلته، دول بتتخانق وبتحل على ترابيزه. صح. مش كده؟ وقلت كهربا لعيب مصري ونادي الزمالك نادي مصري. وقلت كهربا ليه حق راجل يلعب وراجل نجم وراجل بتاع منتخب مصر وراجل على خبره دوليه ومكسب كبير لمصر، واللي شفناه النهارده زيه زي احمد سيد زيزو مكسب كبير لمصر، خلينا نتكلم بالعقل. بالمنطق. وحق كهربا يلعب الراجل ويمتعنا زي ما تمتعنا النهارده وفرحنا، وحق نادي الزمالك شوف مصالحه ايه. طب حق نادي الزمالك، طب هل الزمالك في الامر ده مثلا يعني ظالم؟ يعني ده حكم محكمه بيه، مش دايما احنا نقول كل الاحترام لاحكام المحكمه، ده حكم محكمه. هو الزمالك يعني قام الصبح انا عايز الفلوس من كهربا؟ لا، في قضيه اترفعت، في نزاع تام، في محكمه حكمت، نحترم. لو عندنا طعن نطعن، لو عندنا امر قانوني نستخدم القانون، لو عندنا امكانيه للتفاوض والحل نتفاوض، بس من غير بقى ما 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 ما, ما, ما نعمل ايه شوشره وهيص على الفاضي. لا، على ترابيزه دول بتقعد، منظمات بتقعد بتحل مشاكلها. مش هنعرف نحل مشاكل القضاء؟ لا، هتتحل يا استاذ عبد الناصر ان شاء الله بتدخل الناس المحترمين. كهربا عليه ان هو يركز في الملعب زي ما هو مركز كده النهارده ومتعنا نادي الزمالك. وعلى فكره وانا مش بقول الكلام ده من عندياتي، هو مش المنصور منتظر منصور طلع قال لو الراجل عايز يقسط يقول لي ونقسط. مش قال كده؟ قال. انا ما بقولش كلام من عندي، الراجل قال عايز يقسط نقسط، يبقى ادي الناحيه اليمين، الناحيه الشمال كهربا النهارده لعب وعايز يحل مشكلته، يبقى احنا دورنا ايه؟ الموصل الجيد، الناس اللي تقدر توصل جيد وتقدر تحل الموضوع من باب ايه؟ من باب لوجه الله سبحانه وتعالى، ولان احنا نحل المشاكل، ولان الراجل يلعب والزمالك يلعب وكل واحد يشوف فرقته ويشوف دي، عايزين نشوف كوره في مصر. صح. ودي ازمه عامله مشكله. يعني سمعتنا برضه ده متخانق مع ده، وده عامل قضيه مع ده، وده ما بيدفعش لده، وده عليه مش عارف فلوس لده. ليه كده؟ لا، احنا بنحاول نحل الموضوع بعقلانيه، التدخل بتاعنا تدخل عقلاني. ده انا بقول لك لا، ما حصلش، الراجل ما عملش قضيه تزوير ضد نادي الزمالك، الراجل انا شرحنا له ان احنا المجموعه القانونيه بتاعته كلها، وشرحنا له قلنا له في فرق بين التزوير والبطلان، الامر 1 2 3 4، العقد ده بيبقى غير منتج لاثاره، مكانه في المحاكم الدوليه وفي الفيفا وفي التسويه، طب ايه رايك؟ طب لا نحل الموضوع، نشوف ايه اليات الحل، هل الزمالك عنده حل؟ هل الكهرباء عنده حل؟ ونحل الموضوع. هي إيه دي اقتراحاتي، وهي دي الدنيا، وهي دي العقلانيه. لا نقعد بقى نرفع اعلام، ولا نقعد نغيش في ده، ولا نقعد نقول ده مش عارف ايه، ده لعب ومش هيدفع. لا، مفيش الكلام ده. لعب؟ اه لعب، لانه من حقه، وانا قلتها في البرنامج عند حضرتك على مرأة او مسمع من 100 مليون مصري، واول واحد يقولها، وكل الناس في الاستوديو قالت لي انت بتقول ده، قلت له هيلعب، عدى 28 سنه، قلت لي ايه ده يا استاذ محمد ده جديد، والاعلام النهارده كله بيتكلم عن النقطه اللي قلناها في برنامج حضرتك، كوره بلدنا، كل الاعلام الرياضي واخد بالك، دون ان ينشر نص واحد، وانا ابعت لحضرتك النص، قلنا هيلعب، ادي مرت واحد، الاهلي عمل خطه محكمه، اه خد من اتحاد الكره الورق اللي هو عايزها في جيبه، وراح بعتها للفيفا، قال له امن لي على دي، قال له ابروف. الزمالك بعت شكوى بيقول له فلوسي وحقي، حقه يدور عليه، ليه كل واحد يبقى؟ لا، كل واحد يمشي في مساره القانوني، طالما ما فيش تعدي، ما فيش مثلا اي ايذاء، اي كده، امشي في مسارك القانوني وانا امشي في مسار القانوني. قعدنا على الترابيزه، ده الدول بتبقى بتحارب بعضيها وتقعد الترابيزه يشربوا شاي وقهوه مع بعض ويتكلموا بمنتهى الهدوء وبمنتهى الاحترام ويوصلوا لحلول. منظمات دوليه بتقعد، مش هنحل مشكله لعيب، لا، على جميع العقلاء. اخر بقى جمله، جميع العقلاء سواء في النادي الاهلي ومسؤوليه ناس محترم، نادي الزمالك ومسؤوليه محامين كهرباء، سواء الراجل التونسي او المجموعه اللي موجوده في مصر، انها تبحث عن حل بعقلانيه وبهدوء. نادي الزمالك ليه فلوس حكم محكمه غرامه، اهلا وسهلا، يتقسط يتجزا يتعمل يتسوى، لا سيما ان الزمالك في ازمه ماليه ومحتاج فلوس، كهربا محتاج يلعب، اه الراجل هتلعب لكن عندك جلسه استماع، طب ما افضل حل وانت رايح الجلسه تقول لهم انا سويت المشكله مع نادي الزمالك، واخد بالك؟ عفوا، يبقى معايا يا استاذ عبد الناصر؟ تمام. يبقى كل جانب خد حقه وكل جانب خد وضعه، ونقعد نحل الموضوعات بمنتهى الهدوء. مش لازم الحرب، ومش لازم الاعلاميين
يعني ملحوظه كمان يا بيه، ولا لازم تعمل حساب لسوشيال ميديا تعيان صيه او فاضيه على سوشيال ميديا، ما احنا بنروح المحاكم يا بيه 1200 قضيه، بنفاجئ القاضي ولا لي دعوه بحي التافه بيقول لك انت ابن كذا ويشتمك، ولا حد محترم بيقول لك كمل انت بطل الابطال. المحاكم ليها قضايا ومستندات، ليها ورقة وقلم. الله ينور يعني عليك. خلاص احنا تعلمنا، لكن كده لا يعنينا السوشيال ميديا من بعيد ولا من قريب. لا انا بقول لك، انا بقول لك انا مستغرب جدا ليه اعلامي النهارده طالع عمال يصوت ويصرخ ومش عارف ايه. يا بيه كل واحد بيدور على لايكات وفيك حرام، كله بيدور على حرام، لايكات واعجاب حرام، ما فيك حد صادق ولا امين. لا الامانه دي صفه مهمه جدا وبقت نادره جدا، لكن انا بكلمك اهو بقول لحضرتك هذا ما اكدته للاعب كهربا وهو لاعب مهم جدا عندنا، وقلت له التسويه امر مهم جدا والموضوع يتحل بالعقل وبدون غوغاء وبدون عصبيه، تمام، بدون ما نقول لا، وانت تلعب وتركز في الكوره. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، حاجه تفرح جميله، ربنا يوفقه ان شاء الله.